بسم الله. يا رب تجمع على خير، يا رب تجمع على خير. ده مكان معركة مسمود، معركة خطيرة في تاريخ مصر، ميدان من أمريات. الطوب ده احنا استخدمناه ضرب، والسائق ده استخدمناه في الحماية، والعربيات دي استخدمناها زي بيقولوا وقفنا فيها شباب استطلاع، والعربية دي كمان في الاستطلاع، والعمارة دي حصلت معركة حواليها عشان ناخدها وخدناها الحمد لله، برضو كانت الاستطلاع. الرصيف ده كانت قاعدة وسهراية وتولية نار، والمكان ده كان للنوم، نفسي برضو كان للنوم. نبنى في كل حتة هنا، والسور ده سور الحديد ده كان النفير بتاعنا، خبط عليه الناس تسمعنا، جينا من ورا أمم أمم. كانت أيام صعبة لكن كانت جميلة. في الكبر ده مات منا ناس حاربنا عليه وخدناه وسبناه. كانت معركة الخميس على الكوبري ده، وعلى الكوبري اللي بعده.